على خلفية حادثة قطار بورقنادل المفجعة والتي تسببت في مقتل 7 أشخاص وجرح أزيد من 100 آخرين، توقفت صباح اليوم الجمعة حركة القطارات في الخط الرابط بين الدار البيضاء والرباط بسبب احتجاج عدد كبير من المواطنين بمحطة بوزنيقة على السكة مانعين حركة القطار. وبحسب ما عينته الأيام 24 فقد قام مواطنون بالاعتصام صباح اليوم على سكة الطريق بمحطة بوزنيقة تضامنا مع سائق قطار فجعة بورقنادل واحتجاجا على ما أسموه حكما جائرا في حقه. وكانت نيابة عامة قد أحالت سائق قطار بورقنادل اليوم على المحكمة الابتدائية بسلا بعدما وجهت له تهم القتل والجرح الخطأ وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي.